خطابات الرئيس عبد الناصر طبعا في دراسة دايما لغوية ودراسة مضمون وتحليل مضمون لكتاباته أو لخطاباته، اعتقد بعضها كان بيكتب له زي ما احنا يعني عارفين، وكان جزء منها ارتجالي، فكان الجزء الارتجالي هو اللي بيبقى فيه الهجوم وبيبقى فيه في بعض الأحيان يعني بعض التطاول، وأعتقد أنه ما كانش مرغوب وما كانش محبذ، لأنه كان بيوقع الوطن أو الدولة المصرية في أزمات، أزمات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية. الكلام عن أنه الرئيس عبد الناصر هيتصور أنه هو يعني أخطأ ووجه سهاما إلى خصوم مفترضين كان يجب أن يأخذهم بالأحضان، أنا لا أعتقد في ذلك، لأن هو كان لديه معلومات وكان لديه أدلة عن مؤامرات ومكايدات وعمليات استهداف لي هو شخصيا وللدولة المصرية، يعني كانت الأمور واضحة.